بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه الأيام المسلمين جميعا وخصوصا إخواننا وأخواتنا في البحرين يعيشون أيام محرم وذكرى استشهاد سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. المظاهرات العاشورية في البحرين تعرضت للقمع والضرب من قبل قوات آل خليفة، ولكنهم رغم ذلك خرجوا في المظاهرات. فنحن هنا في الغرب جدا محرجون، يعني محرجين بسبب صمود شعبنا. فأقل ما نستطيع القيام به أن نأتي كل أسبوع هنا، أو نأتي من فترة إلى فترة ونتظاهر أمام الحكومات الغربية لنذكرها بأن شعب البحرين